ليت لي جناحي قطع ولذاق منها البعد من أهلها أهل. وأنا لم تبد مثلي تطير قلوبها إذا اهتزت بالسجن صلصة الكفر. معه يبدأ الكلام ولا ينتهي، معه وهو الوحيد الذي تربع على عرش الشاشة ملكاً وما حدا تاني بيقدر ياخذ محله. ضيفي أمير بموقعه، بتمثيله، بنجوميته، بشخصيته، بأخلاقه، وقدر يحافظ على هالعرش على مر السنوات. هو اللي كان أثرنا وما زال على شاشة صغيرة تلفزيون لبنان. لما نقول اسمه منقول اسمه معه. لبنان كله والوطن العربي اقترن بالكلام يلي طلع فيه، بالشخصيات يلي قدرنا نصدقن، نضحك معن، نتأثر معن، نبكي، نغوص بأعماق أفكار ونحلم لبعيد. هالقد هو حقيقي، هالقد هو فنان، هالقد هو نجم. وشرفنا بالسهرة 29 من رمضان على مقربة من العيد. هو أحلى عيد للشاشة وأحلى عيد بيزين فيه سهرة عمر. نحن وياكم بالسهرة 29 مع نجم الشاشة العربية الممثل اللبناني عبد المجيد مجذوب. مساء الخير أستاذ، ورمضان كريم. أكرمت لي، أكرمك الله. الله يخليك. تفضل. المشهد اللي استهلينا فيه من أواخر أيام المعتمد بن عباد، وما فينا ما نبدأ مع كتلة المشاعر يلي كانت وما زالت متدفقة على الشاشة بالعطاءات يلي حطيتهم. شكراً لأنه لبيت دعوتنا بسهرة عمر، شرفتنا. أنا بتشرف بمجرد ذكر اسم هذا المكان. هذا المكان له فضل كبير علي. أنا رأتني الناس وأنا رأيت النور من خلاله. مش بس أنا، كبار أهل الفن في هذا البلد. قد يخطر عبالك الكبار الكبار، يعني الرحابنة وأيقونة الدنيا فيروز، كل انطلق إلى الدنيا من هذا المكان. كل نجوم التمثيل، لا بدي أعدد ولا أقول فلان الله يرحمه، نعم، وفلان الله يطول عمره، بما فيهم العبد الفقير لله. هذا المكان له فضل كبير علينا. على كل حال، هذا الموضوع زميلنا الإعلامي الفذ الرائع زافين قاموجيان، نعم، كتب عنه بدقة متناهية وأرخ للمسألة، والله يكرمه. صحيح. ما بعرف ليش يعني حط صورتي على غلاف تلك المنشورة الوثيقة الهامة. صحيح، على الكتاب يلي أصدره اليوم. ويعني إذا بدنا نرجع بالوقت ل 47 سنة لورا، لعطاءات كنت تتوغل فيها باستديوهات تلفزيون لبنان، ومن آخرها يمكن حنين في الليل لإخراج إبراهيم الخوري، من أسماء طبعت مسيرتك الفنية. ما الاختلاجات، ما الشعور، ما الذكريات يلي بترجع هيك تستحضرها بذهنك لما بتدخل على حرم هالاستوديو وهالمؤسسة الكريمة؟ يرحمه الله حبيبنا الراحل الكبير إبراهيم الخوري، زميل الشباب، وكان أيضا شاب، كان زمنا جميلا، والواحد لسه ما زال ممتلئ عفوان وفتوة واندفاع، مش بهذا الاستوديو، الاستوديو اللي فوق. صحيح. بنيت ديكورات حنين في الليل. صحيح. وكان بصراحة يعني نوعية أولى، إطلالة أولى، شكل أول يعني قلد فيما بعد. كتبوا دكتور مطاع صفدي، رجل أستاذ في علم النفس، والحقيقة نحن أدينا دورنا ببراعة مع الزملاء جزيل نصر، سمير شمص، الزميلة العزيزة أمال عفيش، وكنا شباب. يعني تلاقي الواحد يؤدي مشهد بمنتهى الرقي والرصانة ويطلع منه فجأة، تلاقي يعني مش لحتيابه، يغير ليدخل على ديكور تاني. نحن كنا في
في نهاية النهار نخرج بحلقة كاملة جاهزة للبث. الموسيقى التصويرية تنزل بمكانها، المشهد الخارجي يكون مصورا قبله، زمن مختلف طبعاً. يعني كان زمن مختلف وكانت أيام صعبة، ولكن كان العمل هالقد بجدية، هالقد بالتزام، وهالقد بحب. حضرتك يلي رحت على مدرسة مهنية بألمانيا ودرست الغوص في أعماق البحار، ولكنك امتهنت الغوص في أعماق النفوس والقلوب، وأثرت الشاشة والناس كلهم. شو السر بعبد المجيد مجذوب يلي بتسقط الألقاب أمام اسمه، ويلي بيسطع نجم لما نقول اسمه القلوب كلها بتدوب، كل الناس؟ استغفر الله. شوف يا شادي، إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه، بغض النظر عن طبيعة هذا العمل أو نوعه. أي عمل كان إذا عملته بجد وبذلت الجهد اللازم وبحب، وكنت أهلا وخبيرا وعندك الشعطة التي هي من عند الله تأتي مع الخلق، فأنت تبرز. أن كان العمل غواص في البحار أو ما يؤدي إلى الغوص في القلوب، يعني عندما ينجح المرء، المهم الشخص، الجدية، الاندفاع وراء الإبداع. أريد أن أنجح، ماذا علي أن أفعل؟ أن أبذل كل ما يمكنني من جهد، وأن أتعلم كل ما يمكنني. أين أجد بارقة تعلم أركض إليها وأبذل الغالي والرخيص؟ هذا كله مطلوب. وأن تبقى، لا تظن أنك أنت بتبذل جهود لكي تبقى في مكانك، لا، ما أنت نفسك الإنسان. هل أنت مخلصاً دائما ولا بس بالبداية لدبر حالي وأصل إلى مكان ما؟ أنا استغفر الله من كلمة أنا، هذا العبد الفقير لله عبد المجيد مجذوب، ما زلت اليوم أحمل نفس المبادئ، نفس الخلقيات، نفس الاعتقاد بأنك إذا أردت الصعود إلى قمة جبل لابد أن تتحمل مشقة التسلق. الجد والعشق والحب والقناعة والحمد لله لا تفارقك أبدا. الحمد لله. يعني لما نحكي عن جيل اليوم وجيل مثل جيل حضرتك يلي انتميت له بهالجدية، بهالمسؤولية، بهالصعود على القمة درجة درجة، اليوم شو بيفرق مع الجيل يلي عم يشتغل اليوم، يلي عم يحصل على الأمور بطريقة سهلة؟ اليوم صار في سهولة بالتعاطي مع الأمور، وصار في هيك استباحة لكل ما هو قريب وما هو بمتناول الجميع. هذا سؤال كبير والموضوع صعب، والتكلم بصراحة في هكذا موضوع يتطلب جرأة الحقيقة. أنت لا تستطيع أبداً أن توجه اللوم أو الإساءة لأي أحد. الموهبة دائما، أنا ما أكثر ما رددت هذا الكلام، الموهبة ليست وقفا على أحد أو على زمان أو على مكان. الله عز وجل يزرعها حيث يشاء متى يشاء. ممكن تلاقي الآن في الأعمال التي يعني لا ترضى عنها كثيرا، في شباب يملكون الموهبة ويملكون الطاقة ويرغبون في أن يعطوا، ولكن المحيط العام منه مكتمل، الفرصة مش متاحة. يعني هي أن تبدع أنت لا يكفي شخصك، مجموعة العمل مؤلفة من طاقات، تبدأ بالكلمة طبعا، الكاتب أهم شيء، بعدين المخرج، حسن انتقاء الزملاء، و لعبة الحظ. لا بد أن للحظ دور. عندما تكتمل المسألة بشكل رائع ملائم تماما، ماذا تريد الناس؟ أن ترى شيئا جميلا،
تفرح به وتحزن معه وتزرف دمعه ومن ثم تضحك عندما يكون يعني تقدم لها جرعة كاملة. عندما تنتهي تجدها وكأنها شبعت الله وتنتظر الجرعة الثانية يعني بنفاذ صبر، لأنها أخذت جرعة متعة تريد أن تكررها. نحن الآن الزمن كله شادي مختلف، يعني الدنيا كلها حولنا في ذاك الزمن كانت مختلفة. الناس كانوا أكثر جدية، أكثر رصانة، أكثر أخلاق، كان في حقيقية أكثر 100%. كيف لكان؟ أنت متخيل أنه بزمننا الممثل بيرتبط ستار بطل العمل، يعني اللي حامل على مسؤوليته جهد إبراز هذه الشخصية وإيصالها للناس، بيقبل أو بيقدر، أو حتى المكلفين بيقبلوا أنه يشتغل دورين لقضيتين بنفس الآن؟ أبدا. ممكن البعض التجاري، العقل التجاري موجود عبر الأزل، لكن كان فيه احترام للمهنة أكثر. أنا استغفر الله من كلمة أنا كأبو خالد، ولا مرة بحياتي كلها، رغم أنه يمكن بكل تواضع أقول أنه مرت حقبة من الزمن شاذي، أنه يعني أنت لما بتنجح all over، أوكي، كان في 13 محطة تلفزيون بالعالم العربي كله، 13 بلد من أعضاء الجامعة العربية في ذاك الزمن، كل بلد عنده تلفزيون، تلفزيون واحد، وأنت ما شاء الله مالئ الشاشات وأعجبت الناس فيك، أي عمل بيقولوا لهم فلان بطل العمل على طول هات نشتري. فالمنتج الثاني بيجي بيقول لك أنه هذا بيع، يعرض علي، بس أنه في نفس الآن أعمل عملين؟ أبدا، مش ممكن. كيف بدي أتقن؟ كيف بدي أقنع؟ كيف أنا بدي أقتنع؟ لا يمكن. الآن اليوم ومع الاستمرارية يلي حققتها حضرتك كمان، على مثال مثلا مسلسل عين الجوزة اللي هو إنتاج سوري لبناني مشترك، اليوم شو المقومات لحتى الأستاذ السيد النجم عبد المجيد مجذوب يقول إيه على عمل ويكون مشارك فيه؟ شو المقومات يلي كانت بعدها بتجذبك لتقول لهم إيه أنا معكم؟ كل المقومات المطلوبة كانت والآن، أسأل الله أن يمد في أعمارنا وإلى الأبد إذا ما أمد الله في عمرنا، هي شغلتان: الموضوعية وحفظ الكرامة. أنا بعد أنه نرجع منقول استغفر الله أنه هذا النجم بعد ما الناس أولتوا كل هذه الثقة وأحبوه وفتحوا له قلوبهم وبيوتهم، كن على ثقة طبعاً. تدخل واو وفرح، وأنك داخل على بيت كأنك لك 100 مرة، هاي المرة 1000 اللي بتفوت عليه، لأنه أنت لما كنت تطلع عليهم عبر الشاشة تقعد بيناتهم وتكون مرحب بك وكأنك فرد من العائلة، شوف عمك أبو خالد، يا هذا هذا، وهكذا all over. أنا ما بقدر أطل على هؤلاء الناس بأقل من الثقة التي أولوني إياها طبعا، إنه مجرد يعني مشان قرشين، أو لأنه إلي زمان ما اشتغلت، إنه مين ما عرض عليك إنه إيه يلا بتروح؟ أبدا. إن لم يكن العمل قيمة ويشكل على الأقل استمرارية، إن لم يكن نقلة إلى أمام، لا أقبل. وقت الحال حضرتك قيمة مضافة بكل عمل بتكون فيه، هيدا واقع مش كلامة، استغفر الله، ما هيدا مش كلامة، هيدا حال طبيعي بالأمور. اسمح لي قبل ما نتابع حوارنا، وحلقتنا طويلة ممتعة بوجودك، مشكور مرة جديدة على حضورك، على كبرك بالتعاطي من أول نهار ببداية رمضان اتصلنا فيك مع كل نجومية عبد المجيد مجذوب، ولكن كنت هالقد متعاون وهالقد قادر ترد الجميل لمحطة تلفزيون لبنان بحضورك، وأكرمتنا بوجودك اليوم. أنا عندي نقطة ضعف، مجرد أن تذكر أمامي
تقال تلفزيون لبنان، قناة تلة الخياط، قناة سبعة، خلاص بقعد بالضبع مروا نعم حاضر وفاء وشكرا وفاء. يعني أنت لا تستطيع أن تفي هذه المؤسسة حقها عليك. أعوذ بالله، أنا حاضر. أنا اللي بشكركم، يعني هذه الإطلالة أنا لي فيها هوى، وأحب أن أطل من هذا البيت على ناسي وأهلي. الله يخليك. نحن كلنا فخر وكلنا شكر وكلنا محبة. الليلة حلقة طويلة رح نتنقل فيها كمان بديكورات البرنامج بهيك الزمانات والأسرار اللي رح نغوص فيها ونحكي بشخصك وبحضرتك. اسمح لي نفوت على فاصل أول بحلقتنا لليلة مشاهدينا، بريك أول، منرجع من بعده ومنتابع سهرتنا رمضان 29 بحضرة نجم تلفزيون لبنان والوطن العربي كله السيد عبد المجيد مجذوب. إن شاء الله. الله يخليك. بدي اقول لك شيء. بعد وصيت على بطاقات العزل، تلفن لي سمير وخبط. ايه صحيح، بس شو ممكن نلغي زواجنا؟ نلغيه؟ بقصد ممكن نأجله شوي. بقدر اعرف ليش؟ ما في داعي. ممكن أنور، يا أما منتجوز الجمعة الجاية يا أما ما منتجوز أبدا. لا، الجمعة الجاية مستحيل مستحيل. ندى حياتي أعطيني وقت شوي. ها، هيدي تاني مرة عم تتصرف معي هيك. أنا كرامتي ما بتسمح لي أبدا. أنه معليش ندى، معليش سامحيني، والله إلي أسبابي. عرفتها. شو قلتي؟ مش رح نتجوز ابدا. مع هند ابي اللمع شكلت ثنائي منقطع النظير، شكلت حالي ما تكررت وما رح تتكرر ولم تتكرر. شو كان السحر فيها؟ شو كان الخاص بهالمزيج يلي كل ما يطلوا عبد المجيد مجذوب وهند أبي اللمع الناس مسمرة عم بتشاهد عم تعشق عم بتحب معهم؟ حبيبي شادي، صدقت كثيرا عندما قلت منقطع النظير. هو فعلا كان منقطع النظير، إذ لم يسبق قبل أن جاء مثله، ولا بعد شوي، بس أنه لم ولن لا نعلم إذا عند الله ممكن يجي وقت. مع العلم كل الظروف المحيطة عالميا واستخفاف الحركة الإنتاجية دراميا في كل الدنيا، مش عندنا فقط، بمستوى المنتج لا يبشر بولادة ثنائي رومانسي هيك تعشق الناس وتتقبل بحب ورضا. السبب عم تسألني شو السبب؟ هو السبب اللي قلت لك عنه، التوفيق، الصدق، حسن الانتقاء، عشق المجموعة لأن تبدع. والسبب الأساسي أنا أؤكد لك على رأس كل هذه الأسباب، الكاتب العظيم يرحمه الله وجيه رضوان، رجل مثقف خفيف الظل، مطلع على آداب العالم، الفنون العالمية كلها، ورشيق القلم. فلما كتب المسلسل، والمفروض أن المخرج أنطوان ريمي. هلا بالبداية الكاتب والمخرج كان براسهم حدا تاني غيري. بتقوم فجأة هند أبي اللمع بتقول لهم أبدا ما بلعب هالدور إلا إذا بتجيبوا فلان عبد المجيد مجذوب. ف
فاستغربوا انه لا، قالت له ابدا انا قريت وراسخ بذهني انه ما في حدا ممكن يجسد هذه الشخصيه وانا اقتنع فيها واعشقها واحبها واحترمها الا هذا الشخص. ما هي يرحمها الله السيده هند ابي اللمع كانت سكريبت جيرل، صحيح، ملاحظه سيناريو مع زوجها أنطوان ريمي، فكانت تحضر كل الأعمال اللي تصير بالاستوديو من إخراج أنطوان ريمي أو سواه. فحضرتني، حضرت أدائي في أداء لشخصية عباس محمود العقاد في مسلسل كان اسمه محاكمات أدبية كتبه إبراهيم الصادق، فأخذت بأسلوب أدائي لشخصية عباس محمود العقاد. قالت له هو جربوا ولا قالت لهم شوفوا غيري ما بدي أنا، فوافقوا تحت الإصرار. من الحلقة الأولى اللي أطلنا فيها على الناس انفجار لمعة، فجاء التوائم اللي كان للحظ فيه دور، للحظ فيه دور أننا اجتمعنا نحن الأربعة في هذا العمل. يعني بعض الناس لليوم بتحكي بهالمشهدية، بعض الناس لليوم بتحكي بهالقيم يلي كانت موجودة. يعني اليوم في حب ولكن مبتذل، قبل كان في قيم، قبل كان في روحية عم ينشغل فيها. إذا بدي أحكي عن الثنائية مع هند تحديدا، أدي التناغم بالعمل مع الله يرحمها هند أبي اللمع، كنتوا هيك تتفقوا على أفشات معينة، الدراما تاخدوها بنفس الاتجاه، المشاعر توحدوهم لحتى تقدروا تعطوا هالدفق على الهواء لما تكونوا عم تصوروا وتسجلوا. القناعة والانصهار بالنص وبالحكاية، ابدا ما كنا نخرج عن النص، هذا مش مسرح وبالله فيه، ننصهر بالحكاية ومقتنعين ببعضنا بعضا بالأداء، الواحد بيوجه الآخر، الآخر بيوجه التاني، نعمل بروفات، نشتغل جد على الموضوع ونقدم أفضل ما عندنا على طول، أفضل ما عندنا. هذا لقى قبول حسن عند الناس، لقى رضا، لقى فرح. يعني إنه مثلا استغفر الله، الواحد ما بده يحكي هيك مجد، إنه مثلا يرن التليفون ببيتي أثناء عرض الحلقة شي ألف مرة، انه هل قد الناس مشاهده ومتابعه، مش بس بلبنان، في اي مكان عرضت فيه هذه الاعمال لاقت نفس هذا الصدى، تونس، بالمغرب، بالجزائر، بالعراق، وين ما كان بالوطن العربي. يعني بتعرف انا انسان متواضع واشكر الله والحمد لله واستغفر الله وشكرا، تتواضع أمام الذي يمتدحك. وأنه أنت في مرة كنا قاعدين بجلسة في الكويت، واحدة سيدة كويتية دكتورة أستاذة في الجامعة تدرس في جامعة الكويت، فعمت قلي أنه أنت الله يا أستاذ، يوم اللي كنت أنت الحلقة مالتك على التلفزيون والله ما في حد بالشارع، كنا شو اسمه كل قاعد يتفرج، يعني كنا منع تجول. فقلت لها استغفر الله، قالت لي اخي انت ليش تتواضع هالقدر، والله انت قيمه. قلت لها الحمد لله، الفضل لله. قالت لي بعد. فسبحان الله، يعني الناس أكيد تقدر، تحسن التقدير. وبعدين سياسه انه ان تتضع لله فمن ثم يرفعك، هاي سياسة ذكية، يعني مش غلط يعني. صحيح، دائما شفنا المشهد بالبداية يلي تخنقتوا فيه، ما فينا ما نفرج المشاهدين ونرجع بالذاكرة على المشهد يلي رجعتوا ورحتوا باتجاه الزواج. رح نحضر ونشاهد سوا مع حضرتك. يلا نشاهد. دخلك خالي يوسف، صار له ساعتين عم يحاول يقابلني والحقيقة أنا مش فاضية. أقولك شو بده مني؟ قال لأمر مهم. شو بده؟ والله ما بعرف، أنت قادرة؟ عم بتقول أنا قادرة؟ صار لك سنتين عم تتراجيت يحكي معي وبتقول أنا قادرة؟ يعني أنت عارفة؟ طبعاً عارفة.
إذن؟ قال لي في شاب اسمه أنور أمين بدو ياكي، بيقولوا عنه الناس إنه شاب كويس ومعه قرشين نضاف، بتاخديه؟ ايه وشو قلتي له؟ قلت له بحبني؟ قال لي مش بس بحبك، بيطق عليكي، بيموت فيك. حرام مسكين. وشو كان جوابك؟ قلت له يا خالو يا عيوني حرام، ما دام بيموت علي انا ما بدي اياه يموت، بعده شاب ايه بقبل اخده. انوار شو بيه؟ ما بدك ياني؟ بدك ما بدي اياكي، صار لي سنتين ناطر لاسمع هالكلمه. ايه طبعا اكيد. إيه شو انا قليله؟ قليل اني انا بدي اتجوزك؟ هيدي منا قليله ابدا. حياتي انت كلك مش قليل ندى. انا مش قادر اتصور مقدار السعاده اللي راح اعيش فيها وانت معي تحت سقف واحد. بتحبني؟ شو هالسؤال البارد؟ هو بارد صحيح بس بوقته. لو ما كنت بحبك كنت صبرت كل هالصبر؟ بدك الحقيقة؟ مش سؤال اللي بارد، انت اللي بارد اللي صبرت علي كل هالوقت. بس تأكد رح عود لك عن كل الماضي. هيدا انا ورح اكون عند حزن ظنك. ندى شو رأيك نتزوج الاسبوع المقبل؟ موافقة. إذن مبروك. وأنت مبروك. إلى اللقاء. مع السلامة. ممتع رائع يلي عم نشاهده. عندي سؤال نابع من حشرية داخلية وأكيد بيشفي غليل كتار بيتساءلوا هالموضوع، كيف كانت تتصور هالمشاهد بالتحديد؟ يعني لما نشوف السبليت سكرين نشوف ست هند من ميلة وحضرتك من ميلة، كيف كنتوا تشتغلون فعليا بالستوديو؟ أبدا بمنتهى البساطة. طبعا نحن حافظين الدور تماما وعابقين المشاعر، وما تفتكر انه مسألة الحفظ هي حفظ الكلام. انا في زمني فيما يتعلق بي انا لا اتي على ذكر الاخرين، انا يمكن الخلجة في الوجه رفة العين كله مدروس، فانا اكون بديكوري وهي تكون بالديكور تبعها. نعم. وبنفس الاستوديو يعني كيف نحن قاعدين هون وهي قاعدة هوني. نعم. مسألة السبليت سكرين هيدي مسألة تقنية بتتم من طبعاً عند المخرج من فوق، ولكن كنتوا تشوفوا بعض. أنا ألي كاميرا وهي ألي كاميرا، بكون مركز أنا على شخصها أو كيف عم تأدي، أنا أكون مركز على نبرة صوتها وسماع جملتها لأؤدي جملتي، وأنا عايش الأحاسيس اللي لازم عيشها سلبا أو إيجابا، رد فعل أو فعل، ضحك أو فرح أو حزن، بس بهالبساطة تتم العملية. هيدي شغلة غريبة حدثت شادي، إنه ما كان إلا سابقة كتير حسب علمي بجوز أنا غلطان بالفن، إنه أنت تجيب وجهين لممثل وممثلة سبليت سكرين وعما يحكوا بمواضيع شتى، فيها ثقافة، فيها فرح، فيها تحدي، فيها حزن، فيها غضب، فيها سخرية، 10 دقايق مشهد والعالم قاعدين على سبليت سكرين وعم يقولوا يا رب ما تخلص هاللقطة، ما مش معقول هذا شيء. بالفعل لا سابقة له. بالفعل. ودليل أنه رضا الناس ومحبتهم، واستغفر الله العظيم دليل نجاحنا نحن بأداء هذه المهمة. صحيح. بالمقلب الآخر وبعد سنوات إذا بدي أحكي عن
ميل آخر من العمل. حضرتك أطليت بمحور مسلسل الإخوة يلي كان نواة بالمسلسلات المشتركة العربية ما بين مصري سوري لبناني بهالمزيج يلي كنا عم نشاهده على شاشاتنا. فريد نوح يلي هو حوالي بالدور كل القصة. السيد عبد المجيد مجذوب، شو رأيه بهالاختلاط بهالمسلسلات يلي فيها مزيج هي منا غريبة عن لبنان وعن الوطن العربي، ولكن اليوم عم نرجع نشهدها بطريقة بتخدم يمكن التسويق أكثر من إنها تخدم بمكان النص؟ أدي هالموضوع صحيح وحضرتك شو رؤيتك فيه؟ من حقك تسأل اللي سألته تماما، سؤال مشروع. هلا أكثر مكان منطقيا، أنا وياك بنحكي منطق هلا، برأيي وقد يكون هذا رأيك، أنه مثلا عمل تجتمع فيه مجموعة جنسيات عربية لممثلين وحتى يدخل عليهم جنسيات أخرى ممكن هندي إنجليزي، بلد مثل أبوظبي هذا أمر مبرر وطبيعي، لأنك أنت بتمشي بالشارع بأبوظبي بتلاقي واحد بيقول له ازيك هلا، واحد تاني بيقول له اهلين ابو محمد شلونك، وواحد لبناني، يعني الناس موجوده تتعامل شركه بتلاقي فيها موظفين من كافه الاقطار العربيه مختلطين. فوجود هذه التوليفه منه مفتعل، وانه صاحب المؤسسه رجل اعمال لبناني اللي هو فريد نوح كمان امر طبيعي. في أكثر يمكن من 1000 رجل أعمال ناجح بهذا القدر وأكثر في الإمارات العربية وفي كل منطقة الخليج. التوليفة كانت صحيحة، بس مسألة أنه أنت إذا كان سؤالك أنه كيف عبد المجيد مجذوب، استغفر الله، أنه هالشخص اللي هالقد مهم وأنه من أول حياته إلى الآن ما لعب دور تاني، دائما هو تقدم عبد المجيد مجذوب فيه رغم انه الواحد صار عمره 2000 سنه، بس انه بهذا العمل انا اجاني على الايميل ملخص او سؤال انه هل تحب ان، فقلت بعثوا لي الملخص، بعثوا لي ملخص من 35 صفحه بس الملخص، فقرات اعجبت انه انا خارج نطاق ان تكون بطل العمل أو الشخصية الرئيسية، هذا يستحق أن يسمى دور شرف، تبرز معالمك اسما وتحضيرا واحتراما كضيف شرف، لكن العمل بيستحق. أنا بتفتح الشاشة، المفروض الشاشة فريد نوح ميت، صحيح. هو بيجي بمشهد فلاش باك، صحيح، وبيجي بمشهد الوصية، بل وصية، لكن هو محور كل الأحداث الذي تجري من بداية العمل حتى نهايته، حتى ختم. وهذه شغلة بمنتهى الذكاء وقبلتها بتشرف صدقا. من بعد هالعمر هالحنكة بالتعاطي مع الأمور، هالحفاظ على هالنجومية يلي منشوفها ببريء عينيك بحضورك الآثر، وهذا شيء كلنا عم نلمسها، واليوم يعني كمان بحضورك يعني ملفت جدا، ملفت جدا اليوم الفنان يلي حضرتك كونته على مر كل هالسنوات، اليوم برأيك الفنان يعطى بقدر ما يعطي؟ ما بعرف إذا كلمة يعطى أو بقدر ما يعطي بتقصد الناحية المادية أو لا، من الناحية المعنوية، من ناحية المردود يلي بيشفي غليله، قديه بيعطي، قديه هو تكريم مقابل لإله بيكون عم ينعطاه كمان بهذا الإطار. نعم استوعب. أنا بكل الصدق أقول لك أنه أنا محظوظ حتى في هذه الناحية، أنا أعطى أكثر مما أعطي، خاصة بالفترة القصيرة من الزمن الأخيرة من الزمن، أنا مقصر في كم الأعمال بسبب الأمر اللي قلته لك، أنه أنا لا يمكن أن أطل إلا من خلال عمل أحظى به على ثقة الناس وما ينتظرونه مني، إنما عاطفة الناس نحوي بيستحي الواحد يحكي. في مرة
قريبا كنت أنا وبنتي، بنتي السيدة منى حبيبة قلبي بنتي البكر، كنا رفيتين على سوبر ماركت اسمه بواندور، بدنا نجيب غرضين. اقترحت بنتي انه بابا نروح نشرب فنجان قهوة. قعدنا، اول ما فتنا في ثلاث سيدات كتير مبينين quality of people، يعني ناس محترمين في أصالة وفي قيمة. نعم. طيب قعدنا نحن عم نشرب فنجان قهوة، يبدو انه السيدات هدول خلصوا فنجان القهوة تبعهم، قاموا بشوف الا السيدة هيدي تقدمت نحوي إحداهن، سيدة محترمة جدا، بس شفتها عم تتقدم قمت وقفت أنا. أهلا مدام. قامت قالت لي بكل أناقة ورقي إنه أستاذ عبد المجيد نحن ما فينا نشوفك في مكان ونتجاهلك، أنت أعطيتنا الكثير من الأمن الروحي والنفسي والفرح في تاريخ حياتك، ميرسي إلك، جاي لأقول لك شكرا على كل اللي أعطيتنا. طيب هذا عطاء اي ماده عم تحكي؟ انه احترام الناس اكبر قيمه يمكن. كيف يقيم الفنان فكرك انت؟ اي فنان في اي زمان في اي مكان بحب الناس، انت بقدر ما بيكون عندك ناس بيقولوا لك ده يعني نجم شباك مثل ما بيقولوا اخواننا المصريين، فبتكبر قيمتك وبيعلو مقامك. لكن عظمتك ان تتضع لهؤلاء الذين هم استغفر الله بعض الله سبب أنك ارتفعت. نعم. وتحولت إلى قيمة. حلو. أستاذ عبد المجيد، أطلقت شركتك خلود للإنتاج الفني، وهي تيمنا ببنتك المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية. صح. وهي تعنى بالأعمال يلي تقدم، يلي فيها خيارات ثقافية، يلي فيها كمان أعمال. اليوم لما حضرتك تقدم على هيك خطوة، هل المدلول هو الحفاظ على مستوى حضرتك بتريده وبتريد أنك تحافظ عليه، وأعمال حضرتك بتريد أنك تقدمها؟ شو الهدف من إقامة هذه الشركة، وشو العطاء من خلال البصمة يلي بتريد تتركها من خلالها؟ أنت كتير ذكي، اسمح لي أعمل شغلة صغيرة بالقبل وبرد عليك. فضل. على السؤال العظيم، تقبريني بابا. هاي شكراً أنك سمحتي لي أعمل هيدي بوسة للست منى، تحية لا لخلود. لخلود حطيت عيني بعين الكاميرا. كان لازم حط الكاميرا هون. الكاميرا هون. أنا بس أختك حبوسك إليك هلا خلود. تانكيو حبيبي. الفكرة إنه هي بالأساس الفكرة كانت هذا الذي قدرته أنت، انه يا اخي طالما انك لا تريد ان تعمل الا ما هو قيمه او ما تؤمن حقيقه انه مقبول يرضي الراضين عنك، ما تطلع بصوره مهزوزه اقل من تلك القيمه وانت صاحب طموح تسعى لان تتقدم اكثر وتعلو بقدر الامكان، او على الاقل تحافظ على هذا الذي بلغته. فاجت فكرة مؤسسة خلود للإنتاج في البداية على أساس أنه بتعنى أنا إنسان أعتاش من صوتي قبل صورتي بكثير. أنا عملت سنتين ممثل إذاعي. صحيح. وتدربت وتعلمت الكثير من سادة كرام محترمين أشكرهم قبل أن أدخل إلى الشاشة وطل على الشاشة. صحيح. فرجعت عملت مؤسسة خلود، كان معروض علي انه بتجيني اعمال من انجلترا. انا توليت الترجمة والدبلجة، فهذا بيساعد انه اذا ما بدك تقبل تعمل هالعمل بالاخر انت كمان رب اسرة ومسؤول، وانا اولادي بحمد الله تخرجوا من افضل مدارس في البلد ومن احلى الجامعات يعني. الله يخليك فوق راسهم. وهذا مكلف يعني، بدك واجب تأديه، بدك يعني تسعى لكي تمتلك القدرة طبعاً على أدائه. فمؤسسة خلود ساعدتني الوقت اللي ما بيكون في شغل تلفزيون عندي شغل تاني، رغم أنه مؤسسة خلود بالآخر أنتجت ما الحمد والشكر لك يا ربي ما جعلني مرتاحا
في حياتي ماديا وسمعة أنتجت أعمال ضخمة، منها أواخر الأيام الذي رأيت لقطة منه لي وأنا أؤدي شخصية المعتمد ابن عباد، وأعمال تانية عملت قبل طبعا منه كمان مع حبيبي يرحمه الله إبراهيم مرعشلي وهند أبي اللمع كمان يرحمه الله وأنطوان ريمي استغفر الله العظيم كمان يرحمه الله، عملنا معا جميعا. أنه أنا هلقت ختيار يعني كلهم راح وأنا بقى شو القصة؟ الله يطول بعمرك ويخليك بصحتك. عملنا إنتاج آخر اسمه الانتظار أيضا في قطر، وعملنا أعمال إذاعية وأعمال تلفزيونية، وأنتجت مسلسل في لبنان اسمه مع فائق الاحترام. فكانت المؤسسة كما قلت أنه سندة حائط تستند إليه فيما لو الأيام يعني عبست، واللي استفاد من هذا الموضوع مش بس أنا، إجت فترة سنوات نعم كان ما في شغل، البلد كله ما يعني حرب الإلغاء وحرب التحرير وحرب ما في شغل، فازوا ملاقي كلهم ميشيل ثابت، فادي إبراهيم، محمد إبراهيم، ألفيرا يونس، مش عارف مين، أولادي اللي بيفهموا بهالشغلة كله اشتغل وطلعت مصاري وباحترام وبجهد فكانت حاجة ماسة، إنما لم تقم أصلا على غاية تجارية بقصد الربح ولا يعني الثروة. يعني الهدف واللي هو الأسمى أنه نحافظ على هالمستوى اللي دائما حضرتك كانت حريص عليه. الضوء غمزلنا، أنا شفته كنت بدي لك سبقتني الضوء غمز، هذا يعني من غير مطرود، هيدا يعني أبدا أبدا، هيدا يعني لحتى ننقل على فقرة أخرى ببرنامجنا، ننتقل أنا وياك من هالديكور لتاني. تفضل معي والعاني بالزمنات. الله الفقرة الثانية والعانة بالزمنات، الوقت يلي نرجع له لورا، الوقت يلي بمر متصالح مع فكرة الوقت. أنا بفكر فيه بعمق، مش مسألة متصالح أنه يعني ما بتخجل مما مر وإنسان موضوعي، لا، الوقت شغلة عظيمة جدا في الحياة وهو أكبر من الناس ومن البشر، نحن نمر هيك مرة الكرام في الوقت، الوقت شغلة ثمينة جدا عظيمة. بتحس الوقت يلي بمر أوقات بسرعة، الحياة تحصل بطريقة سريعة جدا. إذا بدنا نرجع لطرابلس للولادة للبداية لعبد المجيد مجذوب الصغير، يلي شو حامل معه من هيدي الطفولة؟ شو الذكريات يلي علقانة بمشهديات بأسماء بأحداث حصلت؟ ما بعرف شو باقي من هيدي الطفولة بذكرتك. مشهديات وأحداث وأسماء ما كتير تعنيني، أنا بيعنيني ملامح ذاك الطفل اللي اسمه عبد المجيد مجذوب. أنت قد تفاجأ إذا ما قلت لك الآن بأنه لم يتغير شيء، الطفل خفيف الظل المطيع الآدمي الحنون الرقيق المطيع المغامر المندفع الشجاع الذي يقول الحق، عرفت كيف؟ الممتلئ بالحنان لمن يحب، لم يتغير شيء أبدا، ما زلت ذاك. مرت أحداث مع ذاك مثل الأحداث اللي بتمر معي طبعاً. الآن أبدا لم يتغير شيء ولم يتغير أنا ما زلت أنا، حتى المرح بعدني لهلأ، قلنا لك قداش 2000، بعدني للآن كما أنا أمرح بفتعل إذا شفت بنتي مثلا أو ابني هيك، سبحان الله يعني أحداث اليوم ومتاعب ومشاغل الحياة
بتضيق خلق الإنسان من أنا لآخر. إذا شفته عادس بفتعل شغلة مرح لحتى أعيد جو البسمة إلى البيت. صحيح. طبيعة. صحيح. لما نرجع لكمان للفترة يلي حضرتك كنت تشاهد فيها الأفلام الأسود والأبيض، السينما يلي كانت ترجع وتحاول تقلد ما شاهدت وما شفت بأعين الممثلين، بأعين كل شيء كنت عم تشوفه على الشاشة. كنت قلد شغلات صعبة مثل محمود شكوكو، مثل عبد الفتاح القصري، هذا اللي كان عينك وعينك رحمة الله عليهما. مثلا بس مرة محمود شكوكو، معلش لو هرجنا شوي. طبعا. فيلم اسمه بناتي أو شيء من النوع، فاتن حمامة وشادية ومش عارف مين ومجدة وأبوهم بالسجن والعين عليهم من الشباب بالحي إلى آخره، وهو لأنه عنده شهامة ورجولة وأنه فتوة ولطيف وبيحب الأب وعارف أنه مسكين يعني بريء، فحب أنه يحافظ له على عرضه على عائلته. نعم. الشباب الزهران بدهم يتعدوا عليهم، فمحمود شكوكو بيجي برا بيت على البيت هيك مربوط من هون، وبتعرف كيف بيصيروا ربطوا بيحطوا لك صليب احمر على جيلبه وعلى الاب، فهي تعملها لبس ايش طبعا، بيقول لهم قطعت قلبهم، طلعوا البنات بيخافوا، بيقول لهم مين؟ لحته النور اللي في الحته، محمود ومحمد وحسين وعبد الرزاق، والتاني ده محمود هجمت عليه ما نفعتش، هجم علي رهديه خبطني بالارض، قمت من تحته رهديه خبطني بالارض، مال اصله كان بيعمل لي حساب يعتبرني صحيح. قلت له نعم يا اخويا، امال ازاي قطعت قلبهم؟ قال لي من جري ورايا. فهالشغلات هيدي كنت اقلدها. يعني هالذاكرة يلي بتحمل هالمرح كله يلي بعده موجود بكل التفاصيل. في استظهارات يا شباب، يمكن كان عمري بالصف الثاني او الثالث ابتدائي. نعم. كلهم حافظهم بصم، وبعدين مين عاملهم؟ مش اي حدا يعني، هذول من كتابة احمد شوقي، كان يقلد مولير في هذا الموضوع انه يعمل قصائد استظهار بيسموها لكي تحفظها الأولاد. نعم. وكلها حكم وعظمة حفظهم كلهم حتى الآن. لا بقيت إلى فترة قريبة أتمتع بذاكرة طيبة جدا. رح نحكي عن الكتابة، رح نحكي عن الشعر كمان، وهالصوت يلي عم تحكي برخيمته، هالصوت يلي بس نسمعه منعرف انه عمق هذا الصوت هو عبد المجيد مجذوب، رح نحكي بكل هالتفاصيل، ولكن اسمح لي نفوت على فاصل تاني بحلقتنا لليلة ونرجع نتابع حوارنا مع حضرتك. مشاهدينا ما تروحوا لبعيد، بنرجع لحتى نتابع حلقتنا مع نجم هذه الحلقة عبد المجيد مجذوب. الله يعزك. ماذا تريد؟ جئت لنتفاهم. نتفاهم على ماذا؟ لست نذلا كي أترك المرأة التي عشت معها كل هذه الفترة من الزمن لتضيع في مهب الريح دون أن أقدم لها كل ما تحتاج إليه قبل أن أرحل بعيدا. بإمكانك الدخول. سأترك لك هذا البيت وأكتفي بحقيبة ملابسي. وهل أنا بحاجة إلى هذا البيت أو إلى أي شيء من أموالك؟ أنت تعرف أن ما ورثته عن أبي
يكفيني لأعيش حياة سعيدة مترفة، وإن كنت لا أنظر إلى المال نظرتك أنت إلي. أعرف أنك لست بحاجة إلى مالي، لكن جئت أقوم بواجبي. لقد قمت به على أكمل وجه من خلال رسالتك الأخيرة. الكبير منى واصف اشتغلت معي هون بهذا الاستوديو. ندم، كانت زوجتي. من أجمل كمان اللقطات يلي منتذكرهم لما نحكي عن حضرتك أستاذ، منحكي عن صوت رخيم، منحكي عن عمق بالمعلومات بالثقافة، مش بس بالإلقاء، لأنه في كتير ناس بتعرف ولكن ما عندها عمق الثقافة اللي هي أبدى بهيدا الموضوع. قدي الحفاظ على مكنونات صوتك هالرخامة يلي فيه، هالعمق يلي فيه، هو أساس، وفينا نتخشع نصلي بكلام بيطلع منك، نستمتع أيضا بقصيدة بتنقال في كلام المتنبي. يعني أدبنا عدلا عد قدي الصوت أساس. هلأ لا شك بالنسبة لإنسان ممتهن أمر الصوت فيه قيمة، مش عم بقول أساسي، ممكن يكون ممثل عظيم ملفت ومبدع في أدائه وصوته عادي، لكن لما بيكون الصوت رخيم عميق مهذب محترف بيساعد كثيرا. وهذا على فكرة لا يأتي كله بالخلق بالصدفة. نعم الخامة الأساسية تكون عندك، لكن عليك أن تدربها وتشدبها وتهذبها وتحافظ عليها. ما أسهل أن تتأذى الأوتار الصوتية ما لم تحافظ عليها، والحفاظ عليها يتطلب إرادة وتضحيات. مثلاً تخيل واحد عمره قديش قلنا 2000، انه ما بيشرب مي الا روم تمبريتشر، صيف شتاء بقى مي لو فات مش وارده، لا ابدا ما بيصير، ما بيجوز، بتجرحك بتاذيك. وشو بيسهل بقائها سليمه ونشيطه؟ بعمله كل يوم، بشرب فنجان ينسون مع مادة معينة مساء، بقوم الصبح بتاخد سولفيج، بغني الأولى بالغرام، الثالثة بالمش عارف مين، بعمل شوية رياضة وبحافظ عليه. إذن عليك أن تعمل لتحافظ على هذه النعمة. نعم. هي أصلا حتما نعمة. صحيح، هالنعمة اللي استفدت منها بأكثر من موقف. إذا بدي أتوقف كمان عند محطة كانت إضافة وحضرتك تعتبرها همسات، هالبرنامج يلي كانت مساحة لحتى تقدم حضرتك شو بتعشق وشو بتحب وشو الرؤية اللي عبالك توصلها من خلال كلام، من خلال قصائد. قدي هالمحطة كمان بتعني لك على هامش التمثيل بمسيرتك الفنية؟ والله مرت فترات، طب تعرف احنا عايشين بلبنان، مرت فترات صعبة على كل الأصعدة، توقفت المسائل وعم القلق والأرق والقرف نفوس الناس، فكان الواحد يعني هيك لكي يقوم بما يريح نفسه قليلا. أنا الكتابة تريحني، أنا بكتب مش روايات، بكتب خواطر، بكتب شعر مرات، هلوسات بسميها. فبقيت لفترة سنوات أكتب 90 جرعة مسائية تقدم قبيل إقفال الإذاعة بعنوان همسات، أنتقي فيه الرقيق الرقيق من الشعر، مذ قال الإنسان شعرا حتى الآن، ومرق بعد قصائد لي وخواطر. ولما أبيت عدم نشر هذه القصائد؟ يعني ليش ما فينا نشوفها بكتاب بديوان؟ شادي موقف عقلي مني أنا، أو جبن إذا بدك، أنه أنا مثلا هلأ هذا العبد المجيد مجذوب،
يلاقي لك ساعتين هونيك وهون تاني محل لسه في ثالث، وانت بتقول انه يا شو مهم وشو نجم وعم نحكي عنه. طيب هذا قيمة. خايف فعلا هي من باب الخوف او الحذر، حتى ما نستعمل كلمة خوف. بوتل عنا بطرابلس جبان ما بيسو حذر. نعم. أن يأتي شعري وما أكثر من سوف يعني يدس السم في العسل وينقد سواء عن حق أو عن غير حق، لا يأتي بمستوى رضا الناس عن شخصي وأدائي فيما أنا ممتهن. شو صاير علي؟ خلي شعري يؤثر على مستواي، خلي ولادي بجنوا انه بابا انه بيسمعوه هن بيحبوا. بقول لهم بابا هذا ملك لكم، مئات القصائد عندما اقضي انا من غايه وجودي والتقي بالرفيق الاعلى هو تراث لكم ملككم حقكم، افعلوا به ما تشاءون، انشروا ما تنشروا. الله يطول بعمرك. الله يسلمك يا رب ويضلك فوق راس هالعائله. بعرف قد ايه بحبوك، وتحيه للست منى اللي معنا كمان بالاستوديو متابعتك، واكبر بوسه وحب وانت غمز الضوء من غير ما ترد. غمز الضوء. تفضل معي على الفقره ما قبل الاخيره. الفقرة يلي منحكي فيها أسرار، منحكي فيها جانب آخر عم معودين نشوفه على الشاشة. ليه ضحكت؟ أسرار أنا؟ إذا ما كان عندي أسرار فهي لا تقال، وأنا إنسان أبداً صفحة مقروءة، وهي شهادة من أهلي يعني. نعم. على كان على كل حال خلافاً للعادة بهيدي الفقرة، نعم، هالأسرار وهالجانب الآخر رح ناخده من صديق عمر، من صديق واكبك وهالقد بكنلك كل الحب والصداقة، دكتور كريم جبور. بدنا نقول له مساء الخير ورمضان كريم. مساء الخير دكتور كريم. الحمد لله على السلامة يا حكيم. مساء الخير، يسعد مساك، ومساء الأستاذ الكبير صديقي صديق عمري الأستاذ عبد المجيد مجذوب، وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. أنت بألف خير إن شاء الله. حضرتك بألف خير. لما نحكي عن صداقة، لما نحكي عن الأستاذ عبد المجيد يلي هو بعيدا عن الشاشة والنجومية الصديق، خبرني أكثر. عم نحكي عن صداقة عمرها أكثر من 30 سنة، صداقة عائلية يعني العائلة مع العائلة. نحن بنلتقى تقريبا أسبوعيا مرة أو مرتين. نعم. وجلساتنا تتناول طبعا احاديث كثيرة، طبعا قبل الكل بنطمن عن الحبايب الاولاد والاحفاد، ونتناول جميع المواضيع في احاديثنا من فن وادب وشعر. وعندما اجلس مع صديقي ابو خالد اشعر اني امام انسان كبير ذو حس مرهف وعمق حضاري، فهو ذواقة من الطراز الرفيع للموسيقى الكلاسيكية والأوبرا العالمية. إن همس فشعر، وإن نطق فشعر، تتهاوى القوافي فيروضها أبو خالد، وتتناغم على شفتيه القصائد الرائعة المفعمة بالحس المرهف. وبعدين منصير نقول أمانة عليك يا ليل طوش. بعدين هلأ إذا بدنا نظهر لشي محل نروح، يعني بدك تحسب ألف حساب، لأنه ممكن تروح تتعشى وترجع بلا عشاء أو بنص عشاء مثلا. ليه؟ لأنه هيدا راجع لكثرة المعجبين هالقد والمعجبات اللي بيتحلقوا حول أبو خالد
وبدهم كلهم يتصوروا معه وما بيبخل وما بيبخل انه يعطيهم وقت للكل. انا بعرف هذا الموضوع كمان بيعطي كل واحد تبخل تعطي صوره امام صبيه طبعا انا مجذوب بالاسم مش مجذوب مظبوط لازم اتصور طبعا تفضل دكتور تفضل نحن سامعينك قد ايه هالصداقه يلي عم تحكي عنها وبتستوقفها هالمواقف يلي بتلاحقوا فيها طعم النجوميه قد ايه كمان بكل ظل القيم يلي ذكرتن الجلسه معه فيها هيك نهفات فيها قعدات حلوه فيها ذكريات كمان بتجمعكن ما في شك ما في شك وطبعا بيستقبل الجميع بكل رحابه صبر وعطف وتقدير ومحبة ولا شك في ذلك وهو الأب الحنون والجد العطوف والزوج المحب وهو صديقي الصدوق وأنا أفتخر وأعتز بصداقته وصداقة العائلة الكريمة الله يدين صداقتكم الست أم خالد حفظ الله يا رب الله يدين صداقتكم تمنياتي بتشرف فيك يا حكيم بتطول لي عمرك تمنياتي بدوام الصحة والسعادة والعمر الطويل ودمت لنا سندا وأخا عزيزا يا أبا خالد الله يعزك وكل عام وأنتم بخير وسيدي الطبيب وإلى اللقاء القريب في لبنان نعتز بصداقتك يا حكيم الله يطول عمرك شكرا عمره. شكرا لهذه المداخلة دكتور كريم جبور أكرمتنا فيها شكرا لك شكرا لهالكم من الحقيقة بعلاقة الصداقة بعلاقة البيت لما الواحد ابنه الله يحميه ويحفظه جابي نعم أنا كنت فوت عند كريم جابي كان عمره سنة لقي هالطفل هذا منهمك حاطت سماعات ولعبة عم يفحصها وحبيبي وضمه الطفل نعم جابي اليوم جراح طبيب يعمل مع ابني الدكتور أحمد في نفس المستشفى مستشفى حمد الجامعي في قطر وبعدن أولاده ابنه الثاني يعني وقعت على الدرج عندنا مرته كانت حامل فيه مهندس كبير عامل دكتوراه بالهندسة بفرنسا الثالث للو اللي هو هلأ عنده بسلافيا كمان دكتوراه بالهندسة يعني أسرة نشأت هيك مع بعض وأسرة واحدة اجتمعت معكم يعني في تخطت الصداقة إنما صارت عائلة أبداً كأنه بيتهم واحد صحيح اسمح لي نفوت على فاصل أخير بحلقتنا قبل ما كمان نتابع ورح ناخد اتصال بعد هيدا الفاصل حاضر. كمان عزيز على قلبك وعزيز على قلبنا نحن وغالي اسمح لي نفوت على فاصل أخير بحلقتنا مشاهدينا ما تروحوا لبعيد أبداً فاصل أخير ومنرجع لنجم هذه الحلقة من سهرة عمر مع الأستاذ عبد المجيد مجذوب الله يرضى مشرقة كالوردة التي تزين شعرك أنا لا أنسى كلماتك هي عين الحب والرضا صدقتي سيدتي أنا سعيد هل أنت سعيدة؟ بصدق أرأيتي؟ الوردة والأشواك الدمعة والبسمة أنا وأنت أروع مثال نقطف الفرح من البؤس ونتمتع به تماماً كما يقطفون الوردة من بين الأشواك ويتمتعون بأريشة يا حبيبتي أنا آسف لم أقصد صدقيني بمنتهى البراءة والصدق أردت أن أعبر عن السعادة التي أشعر بها حقيقة رغم كل شيء أعرف
ألا تريد أن تجلس لنتكلم؟ بلى. وهيك بنرجع لمتابعة سهرتنا، سهرة 29 من أكثر من العمر، سهرة عن جد من العمر، بحضور النجم عبد المجيد مجذوب. شكرا لحضورك مرة جديدة وشرفتنا، شرفتنا بهاللقاء. قديه لما نحكي حكينا صداقة قبل الفاصل، لما نفوت على العائلة ولما هيك نحدد المكان بالقلب ونفوت عند سارة وتالا تحديدا، الحفيدتين يلي انت بدك تخبرنا يعني عم تفوت انت على أعلى وأغلى وأبعد مكان في هذا المخلوق الإنساني، على الروح التي هي من أمر ربي. سئل رسول الله عن الروح قال إن يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، تلك التي هي أصل الحياة. سارة وتالا هناك موجودين فيها بذلك البعد، وفي أبعد من هيك لا تقول إنه أنا بحبها، أنت روحي، إن روحي دون أدنى شك. مع العلم أنا متعدد الأرواح، عندي ثلاث أرواح بلندن، عندي روحان بأمريكا، أنا جد يعني عريق نيالن فيك، متجدر في مسألة أن أكون جدا. نيالن فيك. بدي أقول مساء الخير لدكتور أحمد مجذوب، والد الصبيتين يلي حكينا عنهم والجزء من صحيح. قلبك هني دكتور أحمد، مساء الخير ورمضان كريم. مساء النور، يسعد مساك وينعاد عليك. يسعد وينعاد عليك إن شاء الله أستاذ شادي. بداية أنا بدي أشكرك وأشكر تلفزيون لبنان على إتاحة الفرصة لي أنه شارك معكم بهاي السهرة الجميلة. بالعكس بفرحنا هالموضوع، وحمد الله على السلامة. شكرا، بعرف أنك بعدك واصل من السفر وقدرنا نربحك معنا، شكرا لوجودك معنا. لما نحكي عن الوالد النجم يلي كل الناس هو معشوق الناس كلهم، إذا بدي أحكي عن الشق الآخر يلي هو الأب الجد هلأ يلي هالقد عنده من الحنين ومن الحب ومن العطاء، شو بتخبرنا عن عبد المجيد مجذوب البابا وجده؟ أنا بهالمناسبة كمان يعني بحب بالإضافة للعيد اللي هو يعني عيد الفطر، بحب كمان عايده بعيد الأب اللي هو كان من كم يوم. صحيح. وقال له كل سنة وانت بخير وينعاد عليك والله يديمك فوق راسنا. أنا شادي بالوالد يعني شادي مجروحة يعني مبدئيا بعيدا عن الشخصيات الدرامية العديدة اللي هو جسدها بامتياز طبعا بحياته المهنية، أنا برأيي الشخصي بعتقد أنه شخصية الأب يعني بالواقع هو جسدها بامتياز طبعا أكبر بكثير. فشخصيا أنا تعلمت منه أمور عديدة جدا، مثل مثلا الاستقامة، الجد بالعمل، يعني هو كان عم بأشار على الموضوع في بداية صحيح. الحلقة الدقة بالعمل، احترام الآخر واحترام الوقت، وبعتقد أنه كانوا هالأمور يعني أساس وركائز للنجاح بأي مهنة بالمطلق يعني. فهو بالنسبة لي يعني أب، صديق، حبيب، بلجأ له أنا بعدة أمور، يعني كل الأمور اللي بتعنا بمهنتي بالأمور اليومية، وطبعاً بأخذ منه كل النصائح، فهو عزيز جداً يعني على قلبي. وطبعاً هلأ ما بخبرك على الحنية اللي عنده تجاه البنات طبعاً على فيس تايم كل يوم وبيغني لهم وبيلعبهم، فعلاقتهم فيه كمان هني ما تصدق يعني هلأ كانوا عم بيشوفوكم. نعم. فبس شافوا الوالد فكانوا عم يركضوا بالبيت عم بيدوروا انه وين جده، فيعني كانت شغله جميله والعلاقه جدا جدا طبعا. دكتور احمد اسمح لي اذا بدي فوت على تفصيل واحد ما بين النجم عبد المجيد مجذوب يلي كنتوا تتعاطوا معه بهيدي الفتره كوالد بالبيت وكبعمله هو نجم
مكسر الدنيا وما زال، كيف كنتوا توفقوا بين هالصورتين؟ يعني انتوا كمان هيدا الشخص يلي عم يطلع على الشاشة هو البابا بالبيت، هو إنسان موجود معكم له سلطة عليكم كمان بدراستكم بتفاصيل حياتكم، خبرني كيف هالمفارقة كنتوا حضرتكم توفقوا فيها مع الأستاذ؟ صحيح، هلأ هو بالمطلق كان إلى حد كبير بيفرق بين هالأمور، يعني هو كان موجود معنا لما بنحتاجه، موجود معنا بكل الأوقات. أنا ما بعتقد إنه في مرة من المرات أنا احتجت نصيحة أو احتجت إلجأ له بأي شغلة كانت إلا وكان هو موجود وعلى السمع وبيقدم النصيحة ويعني وكل الحب والحنان بأي وقت كان. ويعني هو طبعا وقت الجد يعني بيكون جدي جدا بالأمور اللي تتعلق بالحياة اليومية، إنما جدا يعني صاحب نكتة ويعني والقعدة معه جدا جدا مريحة. نعم. بشو بتشبهه حضرتك أحمد؟ بشو بشبهه؟ أنا بتمنى يعني يكون بشبهه بأمور عديدة، إنما أنا تعلمت مثل ما قلت لك، تعلمت منه يعني الاجتهاد والدقة بالشغل. نعم. يعني الصدق بالمعاملة. الله يرضى عليك. وهالأمور هاي. ومع معايدتك بعيد البي اللي انطلقت فيها بحديثة كمان من ضمن صوتنا لصوتك، والله يخلي لكم الوالد وكل الأباء على كل حال. شكرا لهالمداخلة، والله يخلي لك بناتك كمان. شكرا لهالمداخلة دكتور أحمد مجذوب، وإن شاء الله دائما الله بيعطي الصحة للوالد والعمر الطويل ويضل فوق راسكم. شكرا لك. إن شاء الله يا رب. وعيد مبارك يا رب على الجميع. أهلين. I love you son. باختصار لما كنت عم بسأله بشو بيشبهها كانت عم تضحك. أحمد شاب على خلق. ما يميز هذا الفتى عندي أنه مهذب جدا وعلى خلق، وفيه الكثير من طباعي فيما يتعلق بالحنان بالمحبة بالألفة بالرضا بالقناعة. بعد شغلة واحدة أنا أشطر منه فيها، أنا كتير مرتب، واضح انه على تيابي على كيف بشلع كيف بلبس كيف ما بعرف شو. انا بقوم الصبح من صغري حتى الان سريري انا بزبطه برتبه قبل ما اقدر بالغرفه. احمد فوضوي يعني بهالامور. شو رايك حكي؟ الله يخلي لك. يعني لما نحكي عن العائله واضح قد ايه الصوت، النبرات الصوت، العينين يلي هيك فيها لمعة، دليل حب، دليل مشاطرة مشاعر لكل أفراد العائلة. إن شاء الله بتضلكم مجموعين. شادي لا شيء في حياتي أبدا كائنا من كان هذا الشيء أعز من عائلتي أبدا. الله يخلي لك إياهن. شكرا. الضوء غمز مرة أخيرة لحتى ننتقل للفقرة الأخيرة ببرنامجنا والعاني مع الصحافة. عنوان الفقرة ولكن مع حضرتك والعاني دائما إجابا مع الصحافة. فتفضل معي لنختم مع الفقرة الأخيرة. تفضل. الفقرة يلي منوصلها بالختام هي مع الصحافة. قبل ما ناخد منك كلمة تترك لنا إياها للبرنامج، ناخد اتصال والصحافة بيطرح على حضرتك بعض الأسئلة. بدي أقول مساء الخير لليلة معنا لرئيسة تحرير موقع النشرة فن الإعلامية الصحفية الصديقة هلا المر. مساء الخير. مساء الخير.
مساء النور واهلا يا هلا بهلا يا حبيب قلبي يا استاذ عبد المجيد. اول شيء الله يسعدك، بدي لكم رمضان كريم والله اكرم وينعاد عليكم. نعم الله اكرم، ليلي بيصلي العيد ان شاء الله يصلي على اللبنانيه كلهم بالصحه والعافيه وتحبوحه. حبيبه قلبي ان شاء الله بينعاد عليك وبيلازمك الخير طوال عمرك. هلا تفضلي. الله يخليك يا استاذ، انا هلا موجوده بعرس بريجيت تاغي بنت للغيله عبدو ياغي، وعم تتجوز رامي ابو عقل، وان شاء الله بفرح بكل العزيبه من فادي ريشا لخالد المولى معطي البرنامج لاولادك مبروك. شكرا شكرا هلا للمداخله ولوقتك، الف مبروك لبريجيت اللي كانت معنا كمان. هلا تفضلي مباشره الى السؤال الاول بتطرحيه على الاستاذ عبد المجيد مجذوب، تفضلي. اول شيء السنه كنا بلجنه تكريم الزمن الجميل، عجبت أن الأستاذ عبد المجيد مجذوب منه مكرم أبداً مثلاً من قبل الدولة بوسام فارس، بوسام فخر الدين، بوسام مثل خلق ربه، وزعلت كثير، زعلت أنه نحن بكل الدول العربية بكرمونا ممثليننا الكبار ومبدعيننا الكبار ونحن بالدولة ما منكرمون. الذي قلته أنت الآن يا هلا هو أكبر تكريم لي، وعلى فكرة حرام عليك تتهم الدولة، يعني الدولة اللبنانية مثلي مثل غيري مثل العادة، بس موت بكرة بيحطوا تنكي على أب بكون أخذت حقي. عكل حال إن شاء الله بالتكريم أنا بكون حضرتك تشيك $100,000 يمكن أحلى من هالتكريم الوسام العادي. أنا بتشرف بكل اللي كرموني وأشكرهم من أعماقي، وأتمنى أن أكون أهلا لذاك التكريم. لكن يا هلا المر العظيمة، أنا أقول لك أكبر تكريم لي حقيقي عندي ذو قدر وقيمة هو رضا الناس وعلاقتهم وحبهم الصادق النابع من القلوب بلا غايات سوى الاحترام. أستاذ عبد المجيد، كنت تخلينا نحلم بالمسلسلات الرومانسيه اللي عازف الليل وحول غرفتي، انتقالا للمسلسلات التاريخيه ووصولا للغالبون بالمسلسل يلي بيحكي عن المقاومه. قديش كان لك وقع حلو وموقف وطني كبير بهالمسلسل من بعد ما كنا زمان ما حضرناه، ليش انت كنت هالقد مغيب وبعدك مغيب عن الشاشه؟ انا مش كلمه مغيب، عندما تقولين مغيب وكانه هنالك فاعل وراء مساله غيابي عن الشاشه، هي المساله ليست هكذا. رحم الله به اللي غيبك ولا حدا. انا غيبت نفسي عندما بلغ مبلغ السف والرخص، ويعني بلغت حدود من الاتضاع كثيرا، ما بقت لأمني. أنا ما فيني أطل على ناسي الذين اعتادوا على مرآية إلا من خلال إطلالة موضوعية تحمل قيم وقيمة، بغض النظر أنه أنت بطل أو دور تاني أو دور ثالث أو جران بريمير. أو طبعا انا اصلا لا اصلح الا يعني يا اب ختيار يا جد. انت بعدك جون وبعدك بريمير، انت كانك عم تشاولي بحواجبك. الله اتقي الله بي. المهم الحقيقه الذي يعنيني هو القيمه، وانا قلت لاخي شادي انه انا شرطي للاطلاله امران، الاحترام والقيمه بس، بغض النظر عن المسائل المادية أو ما سواها. الحقيقة أنا لست مغيبا، هلا أنا بتمنى في أي وقت، أنت بتعرفي هلا اليوم بالغرب بتلاقي الوجوه الجران بريمير هدول الكبار لا يغيبوا عن الشاشة، يفتعلوا أدوار لكي يظهروا قبل صحيح أن حتى لو الأدوار صغيرة صحيح. فلكن نحن في لبنان وضعنا مختلف تماما، فقط في لبنان أقول، في مصر بيطلعوا الكبار وبسوريا وبيطلعوا الختيارية، فقط في لبنان
الوضع مختلف للأسف. أيوه. ليش؟ أنا أنت ممثل كبير ومثل ما قلت فيك تاخذ دور الأب أو الجد أو ما بعرف، يعني الباتشينو مرة ظهر بفيلم لمدة دقيقتين رفع مستوى الفيلم، يعني عبد المجيد مجذوب إذا بده يظهر بمسلسل أكيد رفع مستوى المسلسل. الله يطول عمرك، أنا لا أقارن نفسي بأي أحد، أنا بشكر كثير اهتمامك أنت، لكن إذا بيعنيك أن تعرفي أنا راض وأحمد الله على ما أنا فيه حتى نخاع العظم، منتهى الرضا، لا شكوى أبدا ولا شكوى على الإطلاق، كتير سعيد فيما أنا فيه. تفضلي هلا سؤال أخير. تفضلي. قدمت على المسرح وبستلة إيدها لإلفيرا يونس، هي ست وأنت رجل بكل معنى الكلمة، هالبوسه هل هي هل تحيه التقدير والاحترام لممثله كبيره كمان ما حدا كرمها؟ هاي تحيه للذكرى الجميله. على فكره انا اول عمل بطوله اطللت فيه على الشاشه في لبنان اسمه اليد الجريحه، وكنت انا الشاب في ذاك الزمن صاحب اليد الجريحه، والفيرا يونس لعبت الفتاة الأولى الجميلة البطلة العمل، فذكريات حميمة وعظيمة وإخاء، وأنا أحترم هذه المرأة، فلذلك وبعدين أنه طبيعتي الرومانسية أنا أحب أن أقبل يد المرأة، تعلمينا من الغرب يمكن ما بعرف شو فيها شوية حركات أرعى. أستاذ عبد المجيد بعدك متقن اللغة العربية الفصحى، منشوف هلا بأيامنا هيدا، مش بس إنه ما في تمثيل بالفصحى، ولكن يلي بيطلع بيقولوا نشرات أخبار أو حتى وثائقي أو حيلا يمكن حيلا كلمة بالقوة بالفصحى، لا بيعرفوا يشكلوا، لا بيعرفوا يحركوا، لا بيعرفوا يلفظوا حتى مخارج حروفهم ركيكة. هل أنت بتزعل إنه منوصل لا تتهور قيمة اللغة يلي أنت تتقنها وبتحبها وتجيدها؟ هلأ مسألة أنه الزملاء الذين يعملون في هذه المهنة وأنهم لا يخدمون مهنتهم بالشكل المطلوب واللازم، هذا تقصير منهم، هم مقصرون بحق أنفسهم مش بحق اللغة. اللغة أكبر من كل الناطقين بها في كل أنحاء العالم العربي، اللغة العربية أعلى من الناطقين بها، لو كان الناطقون باللغة العربية بمستوى عظمة اللغة العربية لعلنا كنا أول الأمم في العالم. إذا بده يبذل جهد بيتعلم، أنا يعني أتقن قليلا بقدر ما الله سمح لي، لأني أعشق هذه اللغة وأحترم لقمة عيشي، أنا آكل من خلال قراءتي للنص الإذاعي أو الشعر أو أدائي صح أمام الشاشة، فواجبي أن أتعلم ولذلك تعلمت. شو اشتقت لك بشي جلسة شعر بشي أمسية شعرية؟ هالصوت الحلو اللي رنوا بلوتنا خلينا نحب ونحس ونحلم ونطير. بعيونك يلا. يلا حدد بدك حدد الموعد ونحن حاضرين. على صوتك الحلو مش بس من الاعلانات، من الالقاء الحلو، من الشعر الحلو، من كل شيء تجيد فيه حتى خارج اطار التمثيل. الله يسلمك. صوت عبد المجيد هو الصوت الرنان، الصوت المتقن اللغه، متقن مخارج الحروف، رائع. شو هالانسان انت الذي يتكلم الآن إخاؤك ومحبتك، أنا بشكرك كثير، الله يطول عمرك ويخليك صديقة صديقة. أنا طرحت عليك سؤال، بالغالبون كنت أخذ دور المقاوم، يمكن نعم. مش مقاوم بالبرودة نعم. ولكن وقت عبد المجيد مجذوب بياخذ هيك دور، هل هو كإنسان كمان يدعم المقاومة بكل قوة؟ طبعا أنا إنسان مقاوم، أرفع راية الحق في وجه الباطل، أنا آيل شعر بالمقاومة. حلو. وشعر نابع من القلب. تبعت أولادك يحاربوا مع المقاومة؟
نعم أنا واجبي أن أقاوم مع المقاومة، إنما أقاوم بما أستطيع. أنت نحن في الدين بيقولوا بيدك أو بمالك أو بلسانك أو حتى بضميرك أن تقف إلى جانب المقاومة. طيب أنا بدي منك كلمة لأمهات الشهداء يلي استشهدوا دفاعا عن لبنان وحفاظا على تراب لبنان وعرضه ووطنيته. شو الكلمة اللي بتقولها لأم الشهيد بصوتك الحلو بفكرك العظيم؟ أم الشهيد؟ طبعا لأن عنا كتير أمهات شهداء بلبنان. أنت أكرم أم وأفخم أم وأصدق أم إذا ما اعتبرت أنك تكبرين لأن ابنك ذهب شهيدا في سبيل الحق ورضا الله والدفاع عن الأرض والعرض. عندما تكونين أما تقدمين فعلا، هل أنت مش حتقدمي تقولي له روح استشهد؟ إذا ما استشهد في سبيل هذه القضية وقبلت أنت وفرح قلبك معتقدا أن ابنك هذا ذاهب إلى جنات الله العظمى، فأنت أكرم أم على وجه الأرض. أي أم؟ والدتك أكرم أم اللي عطتنا إياك. كيف حالك والدتك؟ العالمية هلا المر. شكرا لهذه المداخلة، شكرا لمحبتك. أنا برجع بكرر شكري لمداخلتك المحببة. ورمضان كريم، وإن شاء الله بتنبسطوا بفرح بريجيت ياغي وبتكون كل الناس دائما فرحانة. شكرا لك الإعلامية هلا المر، ومنحلم لك سلام كمان لبريجيت. ألف مبروك. شكرا لك. يا هلا أهلين. وهون منوصل بسفنتنا لختام اللقاء على وقع الكلام يلي بدأ يكتبه أستاذ عبد المجيد مجذوب في ختام سهرة عمر. شكرا لأنه كنت حاضر معنا. يعني حضور هذا الإنسان بصمته حضور بعد جبار أكثر مما يكون في كلام. فعلا عم نختم الحلقة كتابة. شكرا لوجودك معنا. تفضل. يعني مش قادر اكسر هالصمت لحتى يكون عم خلي له المساحه اللي بيريدها لاستاذ عبد المجيد. جسر يعبر فوقه كل الفقراء. شكرا استاذ عبد المجيد لهالحلقه. شكرا لحضورك. شكرا لانه اكرمتنا بوجودك، نورتنا. انا اللي بشكركم، وانا اللي تشرفت، وانا الذي استمتعت فعلا من قلبي. يعني هيك الواحد يمكن لاول مره بتحس حالك انك انت عم تقدم حلقه وكانك قاعد بالبيت، يعني قاعد مع اهلي مع اخواني العاملين في المكان. كتير كتير أنا كنت سعيد في هذه الأمسية. شكرا. الله يرضى عليك. وأنت كنت شابا رائعا، ولا ننسى حبايبنا اللي فوق. الله يسلمك يا رب. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا بهذه الحلقة. من كل قلبي شكرا لك، لأنه ختامة مسك بشهر رمضان الكريم. مشاهدينا نحن وياكم بكرة منحتفل سوا بالعيد. شكرا لأنه كانت عيدنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله.